وعلى الهواء مباشرة الآن أصدقائي ننتقل إلى موقع من مواقع الفعاليات بالدوحة وميكروفون مساء الدوحة الآن مع زميلة لبنى المامولي. مساء الخير زميلة لبنى. مساء الخير زميلة ابتهال، أحييك وأحيي مستمعينا من هنا من جمعية بيوت الشباب القطرية، حيث تم الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الجمعية جمعية بيوت الشباب القطرية والجامعة الملكية المغربية لمآوي الشباب، انطلاقا من حرص إدارة الجمعية جمعية بيوت الشباب القطرية على دعم وتعزيز أواصر التعاون مع جمعيات عربية أخرى بشكل يعني يسهم في إثراء حركة بيوت الشباب العربية والقطرية. وقع هذه الاتفاقية عن الجمعية القطرية السيد عبد العزيز خليفة العماري رئيس مجلس الإدارة، وقعها عن الجامعة المغربية السيد محمد جعيدان رئيس الجامعة المغربية ورئيس بيت شباب الدار البيضاء. وكان التوقيع على هذه الاتفاقية أحد أهم ثمار زيارة الوفد القطري للمملكة المغربية، بالإضافة إلى التواصل مع مسؤولي الجامعة المغربية والاطلاع على نظم سير العمل ببيوت الشباب بالمغرب وعلى أبرز البرامج والأنشطة هناك وتبادل الخبرات والبرامج الشبابية بين البلدين. وتم تطوير آلية النهوض ببيوت الشباب في البلدين وتوحيد تطبيق معايير الجودة بالاتحاد الدولي لبيوت الشباب، الشيء الذي طبعا يسهم بالأكيد في زيادة السياحة العربية وخاصة السياحة الشبابية. معي الأستاذ عبد الله البكري أمين السر العام بجمعية بيوت الشباب القطرية. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساكم الله بالخير والإخوان المسلمين. أستاذ عبد الله، يعني الجمعية القطرية هي الجمعية العربية الوحيدة، وأؤكد على الوحيدة، الحاصلة على شهادة الجودة المتقدمة من الاتحاد الدولي لبيوت الشباب. هل كان هذا هو الدافع الأول وراء هذا التعاون المغربي القطري أم هناك أسباب أخرى؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، ونحن نحب نأكد أن جمعية بيوت الشباب في دولة قطر وفي جميع الدول العربية والدولية هي جمعية عندها بيوت، البيوت هذه تهتم أو توفر أماكن إقامة للشباب بأسعار رخيصة ومكان آمن للسكن لأي ضيف يحل على أي بلد في العالم. عندنا في بيوت الشباب ما يقارب 4000 بيت شباب حول العالم، بإمكان أي شاب أو أي شخص يسكن فيها وتوفر له هذه الخدمة. إحنا كجمعية بيوت شباب القطرية نحرص كل الحرص على تقوية الأواصر بيننا وبين الدول خاصة العربية والدولية، فإحنا عندنا خطة استراتيجية لعمل شراكات من خلالها نقوي شراكاتنا مع الجمعيات الصديقة والجمعيات الشقيقة. فهذه الاتفاقية اللي وقعت مع الجامعة الملكية المغربية لمأوي الشباب هي تأتي ضمن هذه الخطة الاستراتيجية. كان عندنا في السابق مجموعة من الاتفاقيات وقعناها مع عدة جمعيات، وهذه الجمعية المغربية هي من الجمعيات العريقة في حركة بيوت الشباب، لذلك احنا حرصنا ان نوقع مثل هذه الاتفاقية معها للاستفادة من خبراتها وايضا نقل الخبرات القطرية لمثل هذه الجمعية. أستاذ عبد الله، أنتم حاصلون على شهادة الجودة المتقدمة، هل نقلتم هذه التجربة إلى المغرب؟ نعم، حصولنا على شهادة الجودة المتقدمة من الاتحاد الدولي طبعاً هذا يعطينا يعني وثوق أكثر بالجمعية القطرية، وهي أول جمعية عربية تحصل على المستوى المتقدم. فلذلك نعم، كان إحدى الأمور أن عرضنا عليهم خبرات الجمعية القطرية إذا هم حبوا يستفيدون منها. أيضا الجمعية أو الجامعة الملكية المغربية عندها خطة للحصول على هذه الشهادة، فإحنا نضع بين أيديهم وبين أيدي أخواننا في جميع الأشقاء العرب هذه التجربة البسيطة المتواضعة، وإحنا يعني على استعداد أن نساهم في حصول الجمعيات الأخرى على هذه الشهادة. بالأكيد ما تقصروا. أستاذ عبد الله، العمل المشترك له نتائج جيدة في أي مجال، ما الذي تضمنته اتفاقية التعاون المغربي القطري؟ نعم، هذه الاتفاقية تتكلم عن ثلاث محاور أساسية. المحور الأول هو التبادلات الشبابية بين الدول، بين الجامعة الملكية المغربية والجمعية بيوت الشباب القطرية، وراح يكون إن شاء الله في تعاون شبابي في المستقبل في هذا المجال وتبادلات ثقافية. الأمر الثاني هو الاستفادة من خبراتهم سواء الثقافية أو
التنظيمية في مجال حركة بيوت الشباب، وأيضا هم يستفيدون من الخطوات اللي إحنا قمنا فيها في حركة بيوت الشباب القطرية. المحور الثالث هو محور يعني مهم، وهو التعاون في التنسيق للمواقف سواء في الاتحاد العربي لبيوت الشباب أو الاتحاد الدولي في المحافل الدولية، أن يكون إحنا كدول عربية يكون لنا صوت واحد، يكون لنا قوة واحدة في الصوت وتوحيد للمواقف، وخاصة في القرارات الاستراتيجية. وبالأكيد يعني تفكرون في زيارة بلدان عربية أخرى وعقد المزيد من الاتفاقيات يعني لتوسيع دائرة هذا العمل المشترك، ما هي الدول التي تفكرون في الذهاب إليها؟ بالتأكيد هذه خطة، يعني مثل ما قلت لك هو خط استراتيجي لجمعية بيوت الشباب القطرية عقد مثل هذه الشراكات، لأنها هذه تقوي عملنا وتقوي الشبكة الدولية فيما بيننا. فلذلك احنا حريصين حقيقة على أن نمشي خطوة بخطوة في هذا المجال. احنا كان عندنا توقيع اتفاقية مع الجمعية التونسية فيما سبق، وعندنا اتفاقية الآن مع المغرب إن شاء الله، يعني في يعني موافقة مبدئية أو يعني نية طيبة من الأخوان أيضا في الجمعية السعودية لبيوت الشباب أنهم يوقعون مثل هذه الاتفاقية معنا. وإحنا نتشرف حقيقة بأي جمعية بيوت شباب في المنطقة العربية حابة أن توقع مثل هذه الاتفاقيات، إحنا نرحب فيها ونشد على أزرهم، وبالعكس يعني مستعدين حتى إحنا نروح لهم ونقدم كل خدماتنا لهم لتوسيع هذا العمل المشترك. بالأكيد أستاذ عبد الله، نزلاء الجمعية وشبابها يساهمون بأفكار أو ما شابه في الرفع من مستوى الجمعية؟ نعم بالتأكيد، أنا اللي أحب أشير له في هذا الموضوع أن جمعية بيت الشباب وأنشطتها قائمة بشكل أساسي على متطوعين، فمجلس الإدارة هو مجلس متطوع، الأخوة القائمين على أو المشرفين على الأنشطة التي تقيمها بيوت الشباب وأنشطتها هم من الأخوة المتطوعين، وهذه الشيء اللي نتشرف فيه ونفخر فيه كمؤسسة شبابية. لذلك احنا معظم تطويرنا في الجمعية ومعظم برامجنا ومعظم أنشطتنا قائمين عليها المتطوعين، فالمتطوعين هم ركيزة أساسية في تطوير الجمعية، لذلك كل أفكارهم وكل خططهم هي احنا بس مجرد ان نحاول ان ننفذها لهم ونسهل تنفيذها لهم، ولكن يعني احنا يبقون هم الركيزه الاساسيه لجمعيه بيوت الشباب القطرية. اذا الاستاذ عبد الله البكري يمين السير العام لجمعيه بيوت الشباب القطرية، اولا اشكرك على هذا اللقاء، واتمنى لكم مزيد من الشهادات في مجال الجوده وفي مجال خدمه الشباب العربي. يا مرحبا فيكم، واحنا نتشرف فيكم دائما، وان شاء الله نكون عند حسن الظن. شكرا استاذ، والميكروفون يعود اليك الزميلة ابتهال. شكرا لك زميلة لبنى المامولي، ونحن معكم أصدقائي على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة قطر من الدوحة، ومساء الدوحة.